اللي في الصورة ده اسمه السيد الحسيني، أكيد سمعتوا عنه بسبب التعويذة اللي قالها في فيلم عاد لينتقم. لكن أخطر حاجة في قصة السيد الحسيني هي وفاته اللي أثبتت معنى جملة عندما ينقلب السحر على الساحر. 1988 الناس عرفته لما ظهر في فيلم عاد لينتقم، لكن قبل التاريخ ده في أحداث كتير جدا. كان من أشطر طلبة الساحر عبد الفتاح الطوخي واللي كان لقبه وريس إبليس، واللي اتكلمت عنه في حلقة قبل كده هسيب لكم اللينك بتاعها في التعليقات. الطوخي أسس في الأربعينيات معهد الفتوح الفلكي اللي كان المفروض قدام الناس إنه معهد لتعليم الفلك، لكن في الحقيقة هو كان مدرسة كبيرة لتعليم السحر. كان بيجي لها سحرة من كل أنحاء الوطن العربي، ووصل الموضوع لسحرة جنوب أفريقيا اللي كانوا بيجوا يتعلموا السحر على إيد الطوخي. لكن المعهد اختفى سنة 1961 بعد قرار تأميمه، وتحول حاليا لمبنى حكومي. بس الأهم في ده كله إن كان من أنجب طلاب الطوخي وقتها هو الساحر المصري السيد الحسيني الفلكي. لقبوه بأنه خادم الجن، سخر حياته في خدمة الجن وتحضيرهم لحد ما بقى قادر إن هو يسيطر على الجن ويسمعوا كلامه وينفذوا أوامره. كان بيلجأ للحسيني أكبر النجوم والمشاهير سواء في مصر أو خارج مصر، وكان بيسافر في مؤتمرات عالمية بيتكلم فيها عن الروحانيات. وطبعا خلال المؤتمرات والرحلات الدولية دي كان بيكسب زباين جديدة، فكان كل ما بيقابل حد يعمل له رقية أو يديله حجاب. ده غير عمله الأساسي اللي كان متخصص في أعمال السحر الأسود. بدأت قصته في الانتشار سنة 1988 لما قرر المخرج ياسين إسماعيل ياسين في فيلم عاد لينتقم، وكان في مشهد تمثيلي لجلسة روحانية. فقرر المخرج وقتها أن يستعين بساحر روحاني حقيقي علشان المشهد يكون واقعي والناس تصدقه، وعلشان كمان الطلاسم اللي تتقال تكون باينة أنها حقيقية بعيدا عن الطريقة اللي كانت متبعة في أفلام السينما وقتها. اتفق المخرج مع السيد الحسيني أن يقول كلام في الجلسة كأنه حقيقي، لكنه يغير طبعا فيه بعض الكلمات علشان ما يقولش الكلام الأصلي منعا لأي أذى أو ضرر محتمل. لكن الحسيني خدع المخرج داخل المشهد وقال فيه العزيمة البرهتية بشكل كامل وبنطق صحيح، وما يعرفوش غير عدد محدود جدا من السحرة. والعزيمة البرهتية دي واحدة من أقوى طلاسم السحر الأسود، بيتقال عليها إنها قسم عظيم لا يتخلف عنه ملك ولا يعصيه جن، بتحتوي على 28 اسم من أسماء الله الحسنى بلغة عارفها الجن بس، بيستجيبوا لقائلها في ساعتها حتى لو كانت أكبر وأقوى عشيرة من الجن، هتكون مطيعة ليه في نفس الوقت. لكن العزيمة دي لازم تتقال بطريقة ولهجة ونطق معين ما يعرفهوش غير سحرة قليلين جدا، منهم السيد الحسيني. لكن كان طبيعي ان محدش يحس بتأثيرها خالص، لان عشان تقول طلسم وينجح وخصوصا الطلسم اللي من النوع ده لازم يكون في شروط كتير، منها طريقة معينة للكلوة علشان تقدر تهيئ نفسك لاستقبال حضور الجن. ده غير انها مش بتتقال من مرة واحدة، لكن ليها طقوس معينة، لان الساحر بيقولها بعد كل صلاة 7 مرات في اليوم الاول، واليوم التاني يقولها بعد كل صلاة 14 مرة، واليوم التالت يقولها بعد كل صلاة 21 مرة، ويفضل العدد يتضاعف كل يوم 7 مرات لحد اليوم السابع بيكون الشخص قالها 49 مرة. وفي ناس بتقول ان الاسماء اللي في العزيمة دي مش اسماء الله الحسنى، لكنها من اسماء الشياطين اللي بيستدعيهم الساحر. وبرغم ان الشروط ما كانتش متوافقة في وقت تصوير الفيلم علشان العزيمة تعمل مفعول، الا ان وقت التصوير حصلت حاجات كتير حس بيها اشخاص كتير في اللوكيشن، منهم المصور اللي اقسم انه بعد ما الحسيني كان بينتهي منها كان شايف اطياف وخيالات بتيجي من كل مكان ناحية الحسيني. لكن الناس ساعتها اقنعوا مدير التصوير انه كان بيتوهم بسبب الخوف من اجواء المشهد وضغط الشغل، وما كانش حد عارف وقتها ان الحسيني بيلقي فعلا تعويذة حقيقية، لدرجة ان الممثلين نفسهم كانوا فاكرين ان الحسيني ممثل عادي، ما كانوش يعرفوا انه ساحر حقيقي. لكن نهاية السيد الحسيني كانت شبه النهايات المتوقعة لساحر في وضعه، وده لما ينقلب السحر على الساحر. سنة 2003 لقوا الحسيني ميت في مكتبه، والغريب مش في موته، لكن الغريب في الشكل اللي لقوه عليه. وصف الضابط اللي شاف السيد الحسيني ساعتها ان كان شكله وهو ميت باين عليه اثار الفزع والرعب، عينيه مبرقة ومفتوحة على اخرها، بقه مفتوح من الخضة ووشه ازرق ومتخشب. الحسيني
الحسيني في حياته كان متعود على استحضار ورؤية الجن والشياطين، فالغريب هنا هو ايه اللي شافه الحسيني وصله لمرحلة الرعب دي. لكن دي مش كل التفاصيل في وفاة الحسيني. وفاة الحسيني اتهم فيها قرايبه زوجته رشا اللي اصغر منه باكتر من 35 سنة، وانها هي اللي قتلته وحطت له سم في الاكل، وقالوا كده بسبب انهم سمعوها قبلها بفترة بتتخانق معاه خناقات شديدة وسابت البيت اكتر من مرة. لكن الطب الشرعي لما شرحوا الجثة ما لقوش اي اثر لوجود سم، والاسوأ في تصريحهم ان هم اثبتوا ان مفيش اساسا اي سبب مقنع لموت الحسيني. الحسيني ما قتلوش حد من البشر، ولا هو مات بهبوط حاد بالدورة الدموية مثلا، او سكتة قلبية او جلطة او اي حاجة من الحاجات دي. ما قدرش الطب الشرعي يوصل لاي سبب مقنع لموته، وترفعت الاتهامات اللي كانت موجهة ضد زوجته بسبب عدم وجود ادلة. بس غموض قصة السيد الحسيني موقفش لحد هنا. دخلوا فتشوا شقة الحسيني في فيصل، وكانت عبارة عن بيت رعب. لقوا اكتر من 16 منديل ورق عليهم دم حيض، وورق مناديل تانية عليهم سائل منوي، وكميات كبيرة من ازايز اللبن. ده غير اوضة نوم الحسيني اللي كانت مليانة صور مشاهير ولعيبة كورة على ظهرها طلاسم ورسومات، ومحدش عارف هل هما اللي كان معمل لهم عمل، ولا كانوا هما نفسهم بيحصنوا نفسهم، خصوصا ان هما لقوا في شقة الحسيني اجندة مليانة ارقام مشاهير ولعيبة كورة وشخصيات مشهورة وارقام خليجية كتير. والاغرب ان هما لقوا حاجة غريبة جدا ضمن الحاجات دي، اثبتت ان سحر السيد الحسيني ما كانش بيمس البني ادمين بس، ده كمان ممكن يسحر للجن. لقوا في شقة السيد الحسيني ورقة مقفولة بقفل، والورقة مكتوب عليها اسماء جن، وناس خبيرة في الروحانيات فسرت ان القفل هو رمز وقف الحال. فهل ده معناه ان الحسيني كان بيعمل سحر للجن اللي ما كانش بيطيعه مثلا كعقاب للجن؟ في تفسيرات بتقول ان موت الحسيني كان بسبب انه حاول يحضر كيان او شيطان عظيم لكنه كان اقوى بكتير من الحسيني وما قدرش يسيطر عليه. وفي تفسيرات بتقول انه شاف ملك الموت بنفسه وهو بياخد روحه عقابا على اللي عمله في حياته. لكن هيفضل لحد النهاردة مفيش اي تفسير ورا موت السيد الحسيني يعرفنا ايه اللي ممكن يكون حصل له او شافه وصله للحالة دي لحظة وفاته. سلام عليكم.